ما تيجوا نروح الفجالة. الفجالة طبعا هي شارع مهم وشهير، وكان له من اسمه نصيب فجالة، فجل لبيع الفجل، هكذا يقال في بعض الأوراق وبعض المخطوطات. وبعدين تطور الشارع ده بعد كده وأصبح الشارع بتاع دور النشر والمكتبات، فكنت تروح تتمشى هناك في الشارع تلاقي بقى إيه أحلى وأكبر وأهم مكتبات سمعت عنها من أيام زمان. لو تفتكر كان زمان في مكتبة مصر وحاجات زي كده. المهم، فكان الفجالة هي المقر الرئيسي اللي تروح تجيب، أو بالأدق هو مكان النشر والطباعة، بعد كده تروح تجيب منه الكتب. فمرحلة من المراحل هي نفس ذات المرحلة اللي لما الأوبرا اتحرقت حولوها الجراج متعدد الطوابق. ففي نفس ذات المرحلة دي خلوا جانب كبير من شارع الفجالة لتجارة الأدوات الصحية والسيراميك. ده برضو عشان تعرف إمتى المرحلة وذهنية المتحكم في المرحلة. ذهنهم كده وبيدعوا ان هم يعني وش قفص الحياه، بس ماشي. هو كده فعلا كان اخرهم سيراميك، والله العظيم سيراميك وادوات صحيه في الشارع بتاع الكتب. لكن في جانب اخر لا زال موجود في الفجاله، هو جانب مشرق. هو بقى ايه؟ الادوات المدرسيه، يعني لا زال جزء في الفجاله برضو جميل، الادوات المدرسيه ومستلزمات المدارس وما الى ذلك. وهناك هتلاقي الاسعار حلوة، وتحطها كمان بقى في إطار إن الكل بيتعاون مع المبادرة بتاعت كلنا واحد، يعني في تعاون بجد مش هزار. أنا كنت من يومين معدي جنب المشهد الزينبي، يعني عند ستنا السيدة زينب بنت النبي، اقروا الفاتحة. فخدت بالي بقى إن هناك في الشارع في معرض كبير بتاع كلنا واحد، فرحت جدا. الناس بجد اللي بيشتركوا في مبادرة كلنا واحد دول شطار عاوزين يشتغلوا، ودي حاجة حلوة. وفي نفس الوقت لو خدت بالك هتلاقيها موجودة قريبة في وسط الخلق، يعني فتنزل الفجالة تروح تشتري الحاجة بتاعت العيال، مستلزمات مدرسية اللي انت عايزه كله، وهتلاقي الأسعار في المهاود في اللذيذ، الأسعار هناك حبوبة. المهم أقدر أقول لك إنك حضرتك تقدر تتفرج على هذا التقرير، تقوم شهيتك كده تنفتح للنزول إلى شارع الفجالة تشتري لوازم العيال علشان الموسم الدراسي. كل سنة وانتوا طيبين، والسعر هناك مهاود. توكل على الله. هو السوق الوحيد في مصر اللي متخصص في الادوات الكتابيه والمدرسيه، كل ما يخص اللي هي التعليم بصفه عامه، يعني بالنسبه للكتاب من اول الكتاب الخارجي تمام، بالنسبه لقلم رصاص، قلم جاف، استيكه بريه، جلاب، كل ما يخص التعليم. كان الاول مثلا هي بتبقى الكراسه والكشكول والقلم الرصاص والقلم الجاف، لا في حاجات ثانيه بقى داخل كتير، مثلا كشكول اللي هو الفواصل، كشكول سلك، كشكول دبوس، حاجات كتير. كل سنة طبعا في وقت السيزون بداية العام الدراسي بنعمل عروض على حاجات كتيرة جدا، يعني ده الطبيعي عندنا الحمد لله. عندنا مثلا على الكشكيل السلك عليها عروض، عندنا شنط المدارس عليها عروض، عندنا الزمازم، المقالم، بعض الأقلام الرصاص. أنا قلت أنزل أجيب حاجات المدارس للأولاد وكده، يعني لأن طبعا في المكتبات حواليا في المنطقة الأسعار يعني عالية شوية، فقلت انزل اشوف الاسعار هنا ايه. يعني الاوبشنز كتير طبعا، انت يعني حاجات كتير قوي، اوبشنات كتير، في حاجات شفتها في المكتبات اللي حواليا، الاسعار برضه اقل نسبيا. يعني مجمع حاجات كتير مع بعض في مكان واحد، والحاجه مثلا ما بتشتري حاجات كتيره فبتشتري بسعر الجمله فبتبقى ارخص. مش دايما بنزل، يمكن دي اول مره انزل فيها، بس هو في فرق طبعا ما بين الفجاله والاماكن اللي في المناطق الثانيه، يعني المكتبات اللي في المناطق الثانيه. صار حلوه، حلوه جدا يعني، ورخيص عن السوق. يلا بقى قلنا نشتري المدرسه عشان الاسعار اقل من بره، يعني المكاتب معظمها اسعارها عاليه جدا، والفجاله يعني يمكن اقل من بره. هو احنا بنشتري حاجات الحضانه، يعني اقلام، ورق، الوان، صلصال، اي حاجه تخص الاطفال الصغيرين يعني.